الحالات التحكيميه. من جديد ده بجد تحيه بكابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء فوز النادي الاهلي على فريق سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فوز غالي للنادي الاهلي وثلاث نقاط مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي نحو بطوله الدوري. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء المدرب العام لفريق النادي الاهلي كابتن سامي مصوان. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه الثلاث نقاط مرحله مهمه جدا، مهم جدا في كل الظروف في كل الاحوال ان انا اخد ثلاث نقاط من ملعب المقاولين العرب. فوز غالي النهارده طبعا. تحياتي للكابتن ايمن ضيوف، وزي ما انت قلت ثلاث نقاط مهمه جدا بالنسبه لنا، وده الهدف اللي احنا بنلعب عليه. اعتقد مباراه كانت مميزه من فرقتين، فرقه طبعا بشكرهم طبعا على الادوات، وكابتن ايمن طبعا عامل طبعا فرقه كويسه جدا، فرقه بتلعب على التحولات بشكل كويس، عندهم قدرات لعيبه كويسه خصوصا في التكتيك الهجومي يعني، ويمكن ده اللي الراجل حذر منه كتير قبل الماتش يعني، لكن الحمد لله برضو اللي انت ترجع بالشكل دوت، واعتقد الحمد لله نتيجه مرضيه بالنسبه لنا. ممكن يحسب برضو اللعيبه، انت يعتبر رابع ماتش على التوالي ما بنلعبش على ارضنا يعني، غير الماتش اللي جاي كمان الجونه، خمس ماتشات. فاعتقد برضو لما بتلعب في استاد القاهره ملعب طبعا اوسع، ملعب نجيلته احسن، يمكن ملعب المقاولين بقاله فتره كتيره جدا كذا فرقه بتلعب عليه سواء المقاولين او سيراميكا، يمكن لحد من ثلاث ايام احنا او اربع ايام احنا كنا لاعبين عليه، وبعد كده تلعب عليه بيراميدز يعني. لكن في الاخر ثلاث نقاط مهمه بتحافظ عليها على ان انت ماشي في الطريق الصحيح بالعلامه الكامله. اربع مباريات الحمد لله بنتصرف بشكل كويس، اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا المباراه القادمه ان شاء الله ونحافظ بقى يعني، تبقى ختام مرحله كويسه بالنسبه لنا خصوصا في المستوى الدوري يعني. كابتن سامي، فوز فريق سيراميكا على فريق بيراميدز في المباراه الاخيره اكيد صعب المباراه على النادي الاهلي وصعبها ايضا على فريق سيراميكا، فوز ادهم دفعه قويه جدا قبل مواجهه النادي الاهلي. تالي النهارده شفنا اداء من فريق بيراميدز بيلعب لاخر دقيقه طبعاً في نقطه التعادل، ولكن شخصيه لعيبه النادي الاهلي ظهرت في الدقيقه الاخيره. طبعا انت لما تكسب فرقه برضو متصدره الدوري وفرقه عندها لعيبه كويسه زي بيراميدز يعني، بتدي لك ثقه وتدي لك برضو دوافع اللي انت عاوز تكسب برضو المباراه القادمه. يمكن النهارده عملوا شكل كويس واداء كويس، اعتقد متهيألي كمان اداء مميز عن ماتش بيراميدز يعني، لكن الحمد لله ان انت برضو تقدر ان انت تحسم المباراه، وثلاث نقاط مهمه جدا، خطوه كبيره جدا بالنسبه لنا يعني. فاعتقد الحمد لله طبعا شكر لله طبعا، وكل الشكر للعيبه النهارده على المجهود دوت، وخصوصا اللعيبه اللي نزلت واللعيبه اللي بدات طبعا مجهود كبير بدني على المستوى البدني بشكل كبير يعني. يمكن بقى لنا فتره كل ثلاث او اربع ايام بنلعب يعني مباراه، فاعتقد الحمد لله دي حاجه ايجابيه تحسب للعيبه. ان شاء الله بقى نستفاد من التوقف دوت، اللعيبه يبقى يعني، لان في برضو لعيبه كتير هتروح المنتخبات، لكن اللعيبه هنا برضو يبقى في حاله استشفاء كويس، وان شاء الله يقدروا يوصلوا ان شاء الله بالبطولات اللي جايه كلها. مهم جدا النهارده انا بكسب ثلاث نقاط في ماتش صعب زي ده، مكسب عوده كريم فؤاد اعتقد مكسب كبير جدا، كريم دبيس للمره المباراه الثانيه على التوالي اعتقد من ضمن الامور، كوكا بنشوفه في نص الملعب اعتقد، وعوده طاهر اعتقد، امور كلها تسعد الكابتن سامي امصان وتسعدكم كجهاز فني. طبعا كل ما بيبقى عندك طبعا حلول كتيره ولاعيبه بترجع، اعتقد دي حاجه ايجابيه. يمكن الراجل برده النهارده بيحاول اللي هو يدخل لعيبه كتيره ويدي ثقه للعيبه. النهارده احمد عبد القادر بيلعب وشارك زي ما قلت، زي ما انت قلت برده كريم الدبيس بيشارك المباراه الثانيه على التوالي، طاهر بيشارك في مركزين وبيؤدي اداء مميز اعتقد يعني، سواء الماتش اللي فات او ماتش النهارده. قفشه بينزل برده بيسجل، حسين بينزل بيساعدنا، كريم ادى اداء مميز مع بقيه اللعيبه الموجوده كلها. فاعتقد الحمد لله دي كلها ايجابيه يعني، تحسب للعيبه تحسب للراجل للتفكير في المباراه بشكل كويس، خصوصا سيناريو المباراه. يمكن احنا لعبنا بكذا طريقه لعب يعني، حاجه طبعا فيها مرونه، اللعيبه برده بتدي لك اريحيه ان انت تغير كذا شكل يعني، سواء في بوزيشن او في طريقه اللعب. فاعتقد الحمد لله كانت حاجه من الحاجات الايجابيه يعني النهارده الحمد لله يعني. من النقاط الايجابيه اللي برده حضرتك قلتها كابتن سامي، النهارده بنشوف بيرستاو في مركز راس الحربه، بنشوف طاهر بيبدا جناح وبيدخل في مركز راس الحربه، اعتقد زي ما حضرتك وضحت الامور المرونه التكتيكيه اللي بيعملها اللاعبين ده من ضمن الحلول اللي الجهاز الفني بيخلقها في المباراه. هو ده اللي الراجل بيتكلم عليه دايما يعني، ان هو بيبقى بيحابب طبعا اللعيب اللي بيقدر يلعب في كذا مركز يعني. عندنا لعيبه كتير زي ما انت قلت، بيرسي يقدر يلعب في جناح ويقدر يلعب سترايكر، طاهر نفس القصه، قفشه بيلعب ب 10 وساعات بيلعب لما بنلعب 3 4 3 بيلعب طرف الملعب. فاعتقد الحمد لله امام برده عنده مرونه تكتيكيه، يلعب في سواء طرف او بيلعب في 8 او 10. فاعتقد الحمد لله برده امكانيات اللعيبه بتساعدنا وبتساعد الراجل اللي يخلق يعني اماكن كتيره للعيبه تقدر تشارك فيها وتقدر تأدي بشكل كويس ويقدر يخرج افضل ما لديهم يعني زي ما بيقولوا. شكرا كابتن سامي، اتمنى لك التوفيق. مباراه الجونه مباراه صعبه جدا، اتمنى فيها التوفيق باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله نختمها بشكل كويس، وان شاء الله تبقى اداء كويس ان شاء الله.
كابتن ايمن، ده كان لقاء طبعا مع الكابتن سامي قمصان، اتكلم واستفاض في امور كتير جدا، يعني خاصه بعد الفوز على فريق سيراميكا، فوز غالي لفريق النادي الاهلي، وثلاث نقاط اربع مباريات النادي الاهلي بيحقق العلامه الكامله في الاربع مباريات. كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه.